ذهنيا ويوم غضب، مش بيكم متغشين يا سيدي؟ احنا متغشين، علاش الغش يا سيدي؟ متغشين من البارح مش من اليوم. عدول الارشاد تو عندهم من 2011 تقريبا، كان عندنا مشروع قانون خدمناه مع جميع الوزارات المتعاقبه على وزاره العدل، يعني الساده الوزراء اللي تعدوا على وزاره العدل من 2011 لليوم، والمشروع يراوح مكانه. رغم ان المشروع معناتها خذا تطور من حيث الصيغه، نعم، وانتهينا في مش منطولش الموضوع، يعني في الفتره الاخيره قعدت في قراءه اخيره، نعم، يعني دينا 10 فصول الاولانيين قريناهم، ومن شهر يعني نوفمبر 2022 ما رجعناش للقراءات. يعني القراءة الأخيرة هذه تنجم تاخذ أسبوع، تنجم تاخذ أسبوعين إذا كان في جلسات غير مطولة. لو كان نعملوا جلسات نتاع 4-5 أيام نجم نكملوا. يعني احنا متفقين على الأفكار اللي فيه مع وزارة العدل، مشكورين على ذلك، متفقين على الـ يعني الـ الركائز نتاع القانون اللي هو فيه مصلحة وطنية. القانون هذا ماهوش قانون قطاعي، بالعكس هو باش يخدم البلاد، لأن عدالة الإرشاد كما تعرف في الدول المتطورة وحتى غير المتطورة، كي نمشيو لأوروبا اللي هو الشريك الاقتصادي تاع تونس بنسبة 70-80%، نلقاو جميع العقود تبرم أساسا لدى عدول الإرشاد. نعم. لما في الحجة العادلة بصفتها حجة رسمية لها القوة الثبوتية المطلقة، بمعنى أن الحجة العادلة لا يمكن الطعن فيها إلا بطعن وحيد في الجزائر، هو طعن الجزائري، يعني إذا كان ثم تزوير أو تدليس، يعني في هذه الحالة الوحيدة يمكن الطعن فيها. ما عدا ذلك على المستوى المدني لا يمكن أن تطعن فيها إلا إذا كان تركيبة العقد منذ نشأته فيها إشكال، فصل 2 من سلسلة العقود، إذا كان أحد الأسباب اللي هي يقوم عليها العقد غير موجودة يمكن الطعن فيها بالإبطال، إما النسبي أو الطعن المطلق. نعم. الإبطال المطلق عفوا. فيما عدا ذلك الحجة العادلة هي قائمة الذات وقوية. هذا ما يؤدي لشنو؟ يؤدي للاستقرار التعاقدي، والاستقرار التعاقدي يؤدي للأمن التعاقدي، والأمن التعاقدي له حمولة اجتماعية وحمولة اقتصادية وحمولة تؤدي لتحسين مناخ الاستثمار. أنا أعطيك رقم، في فرنسا مثلا في سنة 2010 عدول الإشهاد في فرنسا تقريبا اليوم عددهم 12,000 عدل، يشغلوا فيه 58,000 مواطن، يعني ككتبة في مكاتب عدول الإرشاد. حرروا سنة 2010، هذه إحصائية 2010، ما يقارب عن 4,600,000 عقد ل 20 مليون مواطن فرنسي. نعم. ال 4,600,000 عقد بشوف القوة ومتانة هذا العقد، ما تعداو منهم للقضاء كان 4,200 كتب. يعني تصور أنت من 4,600,000 عقد اللي وقع فيهم الطعن بالإبطال 4,200، يعني تقريب لا شيء. نعطيك رقم آخر في روسيا. روسيا بعد ما خروجها من تحت الاتحاد السوفيتي، لما خرجت للسوق الليبرالية، روسيا غيرت من القانون المدني متاعها، عملوا قانون بعد انهيار ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، عملوا قانون جديد روسيا الاتحادية، ثم غيروها كالقانون هذاك بسرعة، تقريبا بعد 4-5 سنوات غيروه حتى تلعب عدالة الإرشاد الروسية دورها الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري. روسيا تشوف غيروا 800 فصل في الكود سيفيل، 800 فصل باش يكون لو دغوا روس كومبيتيتيف بارابور او زوتر دغوا اوروبيان، لان روسيا لما انفتحت على اوروبا انها تستثمر خارج روسيا، وكذلك الاوروبيون ما قبل الحرب الاوكرانيه كذلك يستثمرون داخل روسيا. هذا نمشيو للتجربة حتى الصينية. أحلى شيء التجربة الصينية. نعطيك فكرة على التجربة الصينية اللي سبقتها التجربة الجزائرية، باش نفهموا مليح اللي عدالة الإشهاد هي الرافعة القانونية التي تؤطر العامل الاقتصادي. عدود الإشهاد هذه نعم فوالا حوصل لي أهم المطلب، شنو اللي معطلنا بعد التجارب هذه عدود الإشهاد في بلاصة المحامين هذايا في أوروبا الكل وفي امريكا اللاتينيه. مطلبك مطلبك انت. لا احنا مطالبنا هو انه العقود تكون حصريا اختصاص عدل الإشهاد. هو يا حبذا
شنو هو مطلب يا حبذا؟ هذا هو هو الاصل في الاشياء، هو هذا علاش الاصل في الاشياء. وزميلتي هاي محامي بحذنا بتفهمني، مش تتغشش اكيد. لا ما تتغشش الحقيقه، ما يتغشش منها حتى حد. ليش تتغشش المحامي الحكايه؟ انا بقول لك علاش، مش نفهم احنا فلسفه التشريع في العالم بصوره عامه، وفلسفه العقود، لان العقود بالاساس هي ترجع بالضروره واصاله للدوله. الدوله هي التي تحتكر كتابه العقود في حقيقه الامر، والدوله تحيلها إلى منظورها أو من يمثلها أصالة يمثل الدولة، يعني اللي هو المأمور العمومي لو في سي بيبليك. أنتم بتسميه مأمورين عموميين؟ هنسميه كيفنا كيف ضباط الحالة المدنية. المحامي ما يمثلش الدولة؟ لا ما يمثلش، ما هوش مأمور عمومي. لا ما هوش مأمور عمومي، هاي زميلتنا بحثنا وتعرف، ما هوش مأمور عمومي. المأمور العمومي هو يمثل الدولة، اللي هو ضابط العدلية، القضاء، العدول الإجهاد، عدول التنفيذ، القبض، القابض المالية، ضابط الحالة المدنية، هذوما مأمور عمومي، هما يمثلوا الدولة. أنت لما يخرج مضمون ولادة من البلدية يمضي فيها ضابط الحالة المدنية بصفته تلك، هو الوثيقة هذيك هي وثيقة رسمية، والرسمية متأتية من رسمية الدولة. فعدل الإجهاد لما يبرم العقد مش يبرم فيه باسمه الخاص، يبرم فيه باسم الدولة التونسية. لما أنت تذهب إلى مكتب عدل الإشهاد فأنت تذهب إلى مكتب الدولة، أحد مكاتب الدولة. يعني عدل الإشهاد هو وكيل الدولة في المحامين. لا سي با لو كا، اي ولكن يقول قائل كل العقود تقول لي تمر الدولة، هي الدولة ممثلة فما عقود بين خواص يعني. ايوه الخواص كل يحرر الدولة هي اللي تحرر لهم وتعطيهم الصفة الواحد بطبيعة الحال. لان الدولة هي ككيان اعتباري، ماهوش كيان، ماهوش شخص طبيعي، لابد لها من يمثل. لي بي انجلو ساكسون اللي هو ما عندهمش عدل الإشهاد، يحرر العقود ما عندهمش عدل. إيه ما عندهمش. شفت أنت تعريف باللمزة مثلا؟ تعريف باللمزة يعملوا تعريف باللمزة اللي هو مش موجودة، ما يستحقوله في البديل. أنا أعطيك عدل فيجي ويحضر قدام المحامي عين أنه هذي هي معناه. قالت لك هاو شبيك ما استشهدتش بالتجربة الأنجلوساكسونية؟ هذا أنا أعطيك التجربة الأنجلوساكسونية، وتم زوز دوز إيكول معناتها في العالم، سيستم دروا لاتان و سيستم دروا انجلو ساكسون. سيستم دروا انجلو ساكسون اللي هو موجود يعني ثم النظام الانجلو ساكسوني والنظام الجرماني اللاتيني. النظام الجرماني اللاتيني هو ما يوجد في الشمال المتوسط وفي امريكا اللاتينيه وافريقيا وحتى الدول الافريقيه، يعني شمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا، هذه كلها تعتمد على الحجه العادله. افريقيا الكل ما وراء الصحراء تعتمد على الحجه العادله الرسميه. أمريكا اللاتينية كلها تعتمد على الحجة العادلة الرسمية. في النظام الأنجلوساكسوني ما يعرفوش مؤسسة عدالة الإشهاد، ما عندهمش. عندهم ما يسمى بالبابليك نوتري. بابليك نوتري مثل البلدية، يعني يعرف بالإمضاء فقط، ما يحررش، يعرف لك اكتب النص اللي تحب عليه انت. والمحامي جاي المدخل، المدخل النظري جيد. واقعيا سي قيس، اهم مطالب اليوم اللي باش تعملوا عليها يوم غضب واضراب وساعه وقتها الاضراب هذا صار البارح، صار البارح وعملتوا يوم غضب. هذا المطلب الاساسي ولا المطلب الوحيد؟ يعني أنكم تحرير العقود. لا لا احنا عندنا مشروع قانون. لا لا عندنا اشري اهم حاجه فيه مشروع قانون نعرف توي. مشروع القانون فيه يعني اهم شيء، ثم اختصاصات حصريه لابد من تقعد اللي هي منها تحرير العقود بطبيعه الحال. تحرير العقود وعديد العقود يعني بمختلف انواعها. الى جانب التصاريح ثم الديون الى اخره. والزواج تحب يكون حصري للعدول الاشهاد؟ هو ينجم يكون، هو توا حاليا احنا قاعدين نحرر في عقود الزواج خاطر مجالس البلديه. مجالس البلديه حلولة وكثير ديما تبقوا كان انتم. لا 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 شوف المشكله سوارد. لا لا مش سوارد. ها لا لا افسر لك يرحم تو ما تحبوني افهم كان سوارد ما هيش سوارد. لا لا خف افسر قضيه مش قضيه سوارد. احنا ماذا بينا حتى الساده المحامين كان يحبوا يقعدوا الاشهاد مرحبا بهم. لا لا ما يقعدوا الاشهاد. لا خاطر اشكال كبير، خاطر التجربه في الجزائر تمت بالطريقه هذه. ثم اشكال كبير ولا يختار عليه يكون محامي عدل الاشهاد. نعطيك خاطر ثم بعد اما مش يدخل محامي يعمل هكا. لا ما نجمش. حاب نقول لك حاجه، تعرف المشكله نتاع احنا باش تعرف المشكله شنو فيما يتعلق بالمحامين. شفت في تحت حكم بن علي المحاماة هي المهنة الحرة الوحيدة التي نظلت من أجل حقوق الحريات. يبدو لي هذا نتفق عليه. به شعمل بن علي صدر تقريبا 20 ولا أكثر من 20 قانون يقلص من مجال تدخل المحامي. يجوع فيه، يجوع في المحامين، يجوع كل مرة ينقص لهم حويجة.
كل مره ينحوا محويش. لا لا هذا هو مشكل مره. هو وقت اللي ما لقاش، شفت مثلا المحاماه المانا الوحيده تقريبا، مش ما نظلم حد، اللي عمرها ما نجدت من عليه انه يترشح لا في 2004 بجد جاعت المحاماه وقت بن علي، جاعت المحاماه وقت بن علي، لانه عملنا 20 لانه برمشي يشوف المحامين الشبان وبرمشي يشوف حالته. شكون اعطى المحامين الحق في انه ينافسوا عدول الشات في كتب الثوره؟ دخل معاهم هما كانوا المحامين. ما كانوش قبل 2011. لا 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 سامحني تو في بالنسبه للفوند كوميرس في 2003 هل يعقل يعني كيفاش جاتكم كادو هذه من عند بن علي؟ يعني 2003 سامحني 2003 في الفوند كوميرس. لا في الفوند كوميرس يعني توا في القانون التونسي يعني وقع قلب وسائل اثبات تولي توا لا يصح الفوند كوميرس الا بكتب خطي اللي هو مستهدف لجميع الطعون. هل يعقل هل ان المشرع التونسي في ذهنه يقلب يعني وسائل الاثبات يرد الحجه الرسميه كي تكتب فوند كوميرس بيع فوند كوميرس بحجه رسميه باطل بطلان مطلق؟ هل يعقل هذا؟ يعني كما جميع القوانين اللي قصدت من مجال تدخل المحامين. سي قيس اللي هبت زاد فما تواسر لا هم محامين ولا هم عضو الشهاده تواسر معنيين بكتابه العقود بالفلاقي. بالفلاقي كتبان عقد عندكم انتم ارخص ولا عند المحامين ارخص؟ لا ثم تسعيره من الدوله. الدوله تعمل تسعيره ثم باريم محطوط بتبيع ثم باريم ثم تسعيره معناها ما فيهاش. احنا عندنا السادة المحامين عاملين باريم محدم، اما احنا نتعامل من وزاره الماليه وزاره العدل على قرار مشترك. المحامين يفلقوا وحدهم استاذ الهيئه نتاعهم 1% ولا 2% هذيك مش تكتب عقد ارضي مش الزواج هون مضبوط مش تكتب عقد ارضي عند العدل الشهيد لا تعبي بتاعه 1% ولا 2% كيما لا 1% ماجوريتي زو فورسون تي في وعند زاد المحامين تقريبا نفس الشيء. هذا اعطته لنا احنا وزاره الماليه. هي قال لك المحامين قال لك ماهمش ملتزمين بالتعريف بتاع وزاره الماليه. لا ما قلتش مش ملتزمين هم عندهم تعريف مش ملتزم وما فماش شكون ما عندهمش. يا ولدي انا مانيش مباشر اختار. ماهوش هذا سي برهان سي برهان انا نحب نعطي مش ما عندناش خلاف احنا مع الساده المحامين. احنا كيفاش توليو باش نقصوا من مجال التدخل. لا لا هو سامحني يضر المحامين هو تحرير. كل مره تنحي له حويجك المحامين. مش نحيت له حد شيء. معناها الناس راهو الناس وقت اللي تقول محامي يتصوروا المحامي راهو يدس فيهم بالركبه. راهو برمشي شوف انت وضعيه المحامين الشبان. شوف شوف برمشي شوف وضعيه المحامين الشبان. كل المهن عندهم مشاكل. اليوم عدول الشاد وتوجيه المحامين.